وبناء عليه هيبقى في عندنا حزمة من التوصيات اللي بناء على توجيه الريس هي لازم هتتنفذ، طالما إنها قابلة للتحقيق، قابلة للتطبيق، قابلة للحالة المصرية، وده الهدف من هذا المؤتمر. طيب يا ترى هل ترى الناس في الشارع كانت شايفة إيه؟ هل الناس تبعت المؤتمر ولا ما تبعتوش؟ طب رأيهم إيه في هذا المؤتمر؟ هل كان الكلام صعب عليهم ولا يتفق مع الأذن المصرية، يتفق مع الذهنية المصرية؟ فكان بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي، تقدر تعتبره، لا ما تقدرش تعتبره، تقدر تقول بالفم المليان احتشاد لمئات المواطنين في مختلف المحافظات علشان يتابعوا وقائع هذا المؤتمر، يشوفوا المؤتمر الاقتصادي، يشوفوا رئيس الجمهورية بيقول ايه. خلي بالك انه قدام حضرتك العينة واضحة عيانا بيانا زي ما بتقال، ناس من اهالينا شبه قرايبنا واصحابنا وجيراننا وزملائنا، هم الناس اللي انت بتشوفهم وانت ماشي في الشارع في اي من محافظات جمهورية مصر العربية. انت هتشوف الجيزة وهتشوف بني سويف وهتشوف المنوفية وهتشوف، يعني بص انت هتشوف من كل محافظات مصر الناس وهي تتابع هذه الكلمة وبتتناقش فيها وبيعبروا عن رأيهم. وهرجع تاني هقولك، هو انت كمواطن من حقك بالمناسبة انك تعبر عن رأيك، ومن حقك انك انت تسأل، والاسئلة بتاعت حضرتك هتعرض داخل المؤتمر وهيبقى عليها الاجابات والمناقشات. مئات المواطنين زي ما احنا كنا بنعرض لحضراتكم في الجيزة وخصوصا في منطقة الوراق، وخصوصا في منطقة الوراق، وبحط تحت خصوصا 200 خط عن الشكر والمحبة اللي بيقدمها المواطن المصري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس على سبيل المثال للحصر في الوراق عبروا عن الامتنان بتاعهم ناحية الريس وعن اللي بيتعمل في مصر. طلاب جامعة المنوفية على سبيل المثال كانوا في جولة في مشروعات حياة كريمة وتابعوا المؤتمر. تحب تشوف تقرير أنا هسميه بالبسيط، مش لبساطة المحتوى لا، ولكن إنه هي شريحة كده، شريحة فيها تعددية الشرائح والأشكال المجتمعية، ولكن بالمختصر المفيد. شوف المواطنين في مصر من مختلف المناطق ومختلف المحافظات رأيهم إيه في وقائع هذا المؤتمر. تزامناً مع المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت قرية شما مركز أشمون بمحافظة المنوفية زيارة ميدانية لوفد من طلبة وطالبات جامعة المنوفية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع، ضمن سلسلة زيارات ميدانية لأماكن المشروعات للمتابعة على أرض الواقع ورؤية الإنجازات التي يشهدها الريف المصري وتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهاردة بدأنا شرحنا كل ده للولاد داخل الندوة. النهاردة كان أول جولة لجامعة المنوفية للزيارة الميدانية للطلاب عشان نبدأ نعرفهم إيه هي مشروعات حياة كريمة، الدنيا بتدار فيها إزاي، بدأنا إزاي من الصفر، إيه اللقاءات الجماهيرية اللي عملناها مع الناس، إيه المشاريع اللي حلموا بيها وإيه المشاريع اللي بيتكلموها، وهي هي نفس المشاريع على أرض الواقع بالفعل. يمكن بدأت جولة بمركز شباب شمة، بدأنا نعرفهم إيه هو مركز الشباب من خلال مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز أشمون، عرفهم مطالب الناس كانت إيه اللي اتحقق، والفعل تم زيادة ملعب جديد وصالة ألعاب جديدة للشباب طبقا لمطالبهم وإحنا شغالين. كمان عرفناهم الشق الفني والمهندسين بدأوا يعرفوا لهم من خلال المخطوطات طبعا الهندسية المبنى كان شكله إيه قبل البنى وبقى إيه بعد البنى. بعدها تحركنا المجمع الخدمي وعرفناهم على نظام الشباك الواحد وإيه الخدمات اللي بتقدمها المجمع الخدمي من مجلس محلي وحدة تضامن سجل مدني وشهر عقاري والخدمات كلها اللي بقت كلها مربوطة على مصر الرقمية. شمة قبل كده كانت قرية محرومة من الخدمات، دلوقتي بقى فيها مركز طبي احنا واقفين قدامه، في هنا مجمع خدمات، في مدارس اتعملت، في كشك المكتبة الثقافية، في مركز الشباب يتجدد، كل دوت بقى بيسهل على أهل القرية. قبل كده مثلا عشان الكشف الطبي أو إن هو يعمل سنان أو أي حاجة من ديت
بيضطر ان هو يسافر لعياده خاصه في شمون المدينه نفسها، انما النهارده العيادات كلها متوفره له في المركز الطبي. دلوقتي في سكن اطباء، الاطباء موجودين 24 ساعه، زائد في وحده اسعاف في مركز شمه، زائد تم احلال وتجديد وانشاء 9 مدارس في مركز شمه، من ضمنهم مدارس ابتدائي ومدارس ثانوي تجاري ومدارس اعدادي. فبقت كثافه الفصل بدل ما كانت حاجه و60 دلوقتي بقت كثافه الفصل 41 42 بحد اقصى. توافد المواطنون في محافظه الجيزه باحيائها المختلفه ومنها حي الوراق لمتابعه المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمه الاداريه الجديده، وعبر المواطنون عن سعادتهم بما تم في هذا المؤتمر من اجابات لاسئله كانت تدور في اذهانهم حول الوضع الاقتصادي، كما عبروا عن دعمهم الكامل لكل القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري. نشكر سيادة الرئيس على الإنجازات اللي تمت واللي بتتم واللي احنا شايفينها ولامسينها، اللي سيادته عمله في 8 سنين كان يعني ده يتعمل في 30 سنة، والطرق ما شاء الله يعني بتتعمل لتكفي لمدة 100 سنة قدام، والمساكن اللي بتتبني لأولادنا وأحفادنا ما شاء الله تكفي برضو كويس جداً، ونتمنى للخير للبلد والمزيد من الرئيس ان شاء الله. بنشكر سيادة الرئيس على المجهود وعلى ان هو يعمل المؤتمر الاقتصادي في مصر، اللي طبعا انتوا عارفين لما بيتعمل اي مؤتمر اقتصادي في اي دوله يبقى عليها الاتجاه النظر بيبقى عليها والظبط بيبقى عليه على طول، عشان طبعا انتوا عارفين مصر وتقل مصر في المنطقه. يعني بنقول للرئيس احنا وراك، المؤتمر ده يا جماعه يحقق فرص عمل جديده، استثمارات جديدة، هيخلق مشروعات قومية زي الرئيس ما عمل. المشروعات دي يا جماعة بتهدف إن هدفت بتزود الاقتصاد المصري، بتزود فرص العمل، بتزود استثمارات الداخلية داخل مصر. كلنا بنشكره وبنقول له كتر خيرك وربنا يا رب يخليك لمصر ويحرسك ويحميك، علشان إحنا مش هنعرف نعوض بصراحة. الحمد لله بلدنا يعني كويسة والحمد لله، في مشروع تكافل وكرامة ده بيدعم شريحة كبيرة من المجتمع، وفي كمان حياة كريمة اللي عملت بيوت كتير للناس، وفي الطرق الجديدة، وفي تنمية، وفي يعني حاجات كتير للرئيس بندعمه والله يعينه ويوفقه. احتشد المواطنون صباح اليوم بمحافظة بني سويف لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالمؤتمر وما جاء به من إجابات عن أسئلة كانت تدور في أذهانهم، كما أكدوا على رغبتهم في استمرار هذه المؤتمرات لما تعكسه من شفافية بين الدولة والمواطن. بصراحة في الحقبة اللي مسك فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات كانت غامضة، كانت ممكن تضر البلد دخل كتير، فعلا اكتشفناها بسبب المؤتمرات دي وغيرها والمؤتمرات الشبيهة ليها، بس الكلام ده كله على خطى نهج سيادة الرئيس، احنا فهمناها اكتر شوية لانه باستفاضة يعني عن طريق علمي. ربنا يخليه لينا ويسترها عليه عشان الاطفال اللي طالعة الاجيال بتاعتنا دي، عشان ما يظلموش، وربنا ينصره على من يعاديه وربنا يخليه ليه. رئيس الوزراء حكى دلوقتي من 73 لحد هذا الان لحد 2022 ايه عمل وايه، والاقتصاد بتاع البلد عامل ازاي، واحنا اقتصاد بتاع مصر اقتصاد الحمد لله واقف ما تهزش، الاقتصاد بتاع مصر في أزمة كورونا الحمد لله برضو واقف. مصر كلها بتحتفل مع فخامة الرئيس بالتمكين، المؤتمر التمكين الاقتصادي اللي يمكن فخامة الرئيس دائما ما بيدينا تعليمات ان يبقى فيه اهتمام للأسر الأولى بالرعاية والاحتياج وتمكينهم اقتصاديا لزيادة مواردهم وتنمية دخلهم من خلال المشروعات اللي بتقدم لهم. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياة كريمة وحياة سعيدة وأسرة اقتصادية جميلة جدا. عملنا مشروع بقالة كان عنده صغير جدا وفتحته وجبت فيه ثلاجة ووسعته. البحيرة على متابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرب المواطنون عن سعادتهم بهذا المؤتمر لأنه حمل لديهم كثير من الإجابات حول الوضع الاقتصادي، كما أكدوا على رغبتهم في استمرار هذه المؤتمرات لما تعكسه من شفافية بين الدولة والمواطن.
احنا مع الرئيس في كل الفعاليات. مبادرة ابدأ مبادرة جميلة جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها، لازم الشعب كله يتكاتف مع بعضه. بالنسبة للمؤتمر هي حاجة جميلة جدا، في شفافية عالية جدا من مجلس الوزراء كله وكل الحضور، يعني هو بيطرح كل مشاكل الدولة والبلد اللي فيها وحلولها، يعني هي كل حاجة على مسمع ومرأة اي حد. انا شايف ان الحكومة ابتدت من ان هي تعمل مؤتمر اقتصادي وتناقش المشاكل، ان هي فعلا بدأت تحس بينا. الدولة في ظهرنا بإذن الله، وان شاء الله مستبشرين خير بالمؤتمر الاقتصادي ده، انه يبتدي يحصل انفراجة وانفتاحة، ان احنا يبتدي الاستيراد يتحرك شوية بالنسبة لمعوقاتنا كصناعة، ونأمل برضو ان احنا الموارد اللي احنا بنستوردها دي كلها نأمل انها تصنع في مصر. الشفافية والمصارحة اللي بتعيشها الحكومة مع الشعب ده طبعا شيء مطلوب وشيء الحكومة تشكر عليه، لان لو طلعت الحكومة كل يوم تقول ان الدنيا وردي والدنيا تمام واحنا عكس كده، هنقابل المشاكل كبيرة جدا. اللي بتعمله الحكومة ان هي كل فترة تجتمع بالشعب، تجتمع بالرئيس، الرئيس بيجتمع بالناس، بيفهمنا ايه اللي علينا وايه اللي لينا علشان نقدر نطلع خطوة خطوة ونكمل زي ما احنا ماشيين. خطوة كويسة للبلد، وان شاء الله ربنا يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في القادم، ونتمنى للبلد الرخاء والازدهار ان شاء الله. اكد مواطنو صعيد مصر منذ ساعات الصباح الباكر في محافظة سوهاج حرصهم على متابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعارب المواطنون عن تفاؤلهم بالفترة القادمة وعن دعمهم لمقترحات المؤتمر من اجل اقتصاد افضل في المرحلة القادمة لمصر. مشكور الحكومة بالأرقام، أظهرت الحقائق، في إجابات كثيرة في المجتمع، وفي تطوير في كل أنحاء الجمهورية، جميع المحافظات، في عز الأزمة اللي بيعاني منها العالم، من الاقتصاد، من الأزمة الغذائية، الحكومة موفر الدعم على أرض الواقع. خطط تنموية بنشوفها بعيننا على ربوع مصر بالكامل في القرى، يعني القرى والمدن. فخامة الرئيس عمل حاجات كتير قوي تخلي محدود الدخل يكون عنده حاجات اكتر، ان هو يعلم من مستواه الاقتصادي ويكون عنده حاجات تساعده في حياته. احنا بنشكر الرئيس لدعمه للمواطن والدعم الشعبي ده لقرارات الرئيس النهارده في المؤتمر الاقتصادي اللي كلنا داعمين ليها. في وسط صعيد مصر بمحافظة أسيوط تجمع مئات المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرب المواطنون عن سعادتهم بما يتم بالمؤتمر، معربين عن تفاؤلهم بالفترة القادمة لمصر. فكرة المؤتمر إن هو بيوضح للناس المشاكل الاقتصادية دي، إن الأزمة الاقتصادية دي أزمة عالمية مش على دولة بعينها، فإحنا بنوضح للناس إن الموضوع ده يعني أزمة عالمية، فالناس لازم تصبر وتتكاتف مع بعض عشان تعدي الأزمة، في حين إن الدولة بتتخذ إجراءات عشان تعدي الموضوع ده أو تعدي الأزمة الاقتصادية اللي موجودة بأفضل الطرق وشتى الطرق الممكنة. الحمد لله قدرنا بفضل ربنا وفضل طبعا قيادات البلد والشباب والعزيمة الشبابية اللي احنا نرجع تاني والاقتصاد بتاع مصر يعمل يعتبر نسب كويسة خالص في السنين الأخيرة دي. أتمنى زي ما الناس كلها تعشم والناس كلها بتتمنى المجتمع المصري كله، ان في النهاية الحكومة تطلع بنتائج من المؤتمر تساعد على تحسين معيشة الشعب المصري. في ظل القيادة الحكيمة احنا طبعا بنتحرك، طبعا دلوقتي المصداقية اصبحت اكتر في ظل برنامج الرئاسة حياة كريمة، اللي هو طبعا بعد مرور الفترة الزمنية 3 سنين عليه كان في تغير طبعا أرض الواقع خالص، والناس طبعا لمست الموضوع ده خالص، وكان جهد ملموس يعني من الحكومة يعني. أكد مواطن محافظة كفر الشيخ أنهم على نفس درجة الوعي لدى مواطني المحافظات الأخرى، حيث تجمع الكثير من المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. التجمعات لم تخلو من أحاديث جانبية تحمل كل التفاؤل والأمل في غد أفضل ينعم باقتصاد واعد. خطوة كويسة من السيد الرئيس ان هو يشرك جميع طبقات المجتمع في الاقتصاد بتاع البلد، وديت خطوة كويسة، وده يدل على ان الرئيس بيشرك كل حد في اي حاجة هو بيتخذها، لان يد لوحدها ما تسقفش، ويعني احنا بنشكر الرئيس على كل حاجة بيقدمها والمشروعات التنموية الاقتصادية، وان هو يعني بيشاركنا في اي حاجة بيتخذها. حابب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفكرة الجميلة اللي اتاح لها لكل المصريين تعرف معنى الاقتصاد وازاي عجلة الاقتصاد والتنمية بتكون بالاستثمار. السيد الرئيس فعل دور الشباب في اللقاءات والمنتديات،
عايزه اقول ان احنا كشعب مصري محتاجين ان احنا نصبر ونتكاتف علشان ننهض بالمجتمع. المؤتمر الاقتصادي والحقيقة خطوه ممتازه جدا واراده حقيقيه من القياده السياسيه نحو وضع خريطه الطريق للاقتصاد المصري، والحقيقه كمان يعني في خطوات جديه على طاوله الحوار في الاقتصاد المصري على هامش المؤتمر، وحضور ورعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشريف كبير جدا لهذا الملف. عرفنا اقتصاد بلدنا ماشي ازاي، وان ازاي الدوله بتحارب كل التطرفات وكل الاشاعات اللي بتحوم حوالين البلاد كلها، وخصوصا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. الرئيس بيدينا الفرصه ان احنا نشارك في المؤتمرات زي دي، سواء منتدى شباب العالم او المؤتمر الاقتصادي او اي مؤتمر بيحصل في مصر، فدي فرصه كويسه لكل الشباب انها تكون موجوده. عندنا امل في سياده الرئيس وتوجيهاته باذن الله ان يكون في توصيات من المؤتمر تساعد على تحسن الاقتصاد، رغم ان احنا يعني الحمد لله يعني ربنا عنا وكان بفضل توجيهات سياده الرئيس الازمات اللي مر بها العالم كله، الازمات الاقتصاديه من كورونا للحروب اللي في المنطقه وعلى مستوى العالم كله، ان احنا تاثيرنا كاقتصادنا كان يعني اقل ضراوه من البلاد اللي حوالينا.